اللحظة التي يسعد فيها كل أهلاوي بطبعا نتاج عمل كبير في هذا الموسم، بطولة الدوري التي بدأت بالمناسبة في هذا الملعب عندما فاز الأهلي في أول مباراة في هذا العام على نادي الفجيرة بثمانية أهداف لهدف واحد، وكانت في أغسطس من العام الماضي. بعد ذلك توالت النتائج حقيقة، الفوز على الظفرة بهدفين، الفوز على الوحدة 3-1، الفوز على الشارجة وقبل ذلك على دبا بهدفين، ثم على الشارجة بثلاثة أهداف، ثم الفوز على الشباب بهدفين، وبعد ذلك الفوز الكبير على الجزيرة بأربعة أهداف لهدف واحد. أمام العين يخسر في واحدة فقط من مباراتي 0-3، لكنه بعد ذلك حقيقة يعود للفوز على النصر، ثم يخسر المرة الثانية والأخيرة في هذا الموسم أمام بنياس خارج أرضه، لكنه عاد بعد ذلك في الجولة رقم 11 وفاز على الشعب بأربعة أهداف لهدف واحد، ثم واصل طريق الفوز، فاز على الإمارات خارج أرضه بهدفين، ثم تعادل مع الوصل في زعبيل بدون أهداف، وبعد ذلك لغة الفوز عادت على الفجيرة بهدفين نظيفين على الإمارات 3-3، على تعادل مع الظفرة في الظفرة بهدفين لهدفين، وبعد ذلك فاز على الوصل في هذا الملعب بهدف نظيف، ثم فاز على الشارجة بهدف نظيف في الجولة رقم 18، وبعد ذلك فاز على الوحدة في هذا الملعب بثلاثة أهداف نظيفة، ثم في الجولة رقم 20 فاز على أدبا بهدفين نظيفين. وبعد ذلك فاز على الشباب بهدفين لهدف واحد في الجولة رقم 21، في الجولة رقم 22 يذهب لأبو ظبي ويعود منتصرا على الجزيرة بهدفين لهدف واحد، لأن يقترب هذا الدرع اللي نشاهد الآن، درع أو درع الخليج العربي أو درع دوري الخليج العربي في الجولة رقم 23 في هذا الملعب، مباراة كانت حاسمة بكل معنى الكلمة أمام الفريق المطارد المباشر نادي العين. فاز الأهلي بهدف أحمد خليل، ولاحظ عزيز المشاهد هنا اللقطات الأفراح في ليلة من ليالي الأهلاوية التاريخية بالبطولة السابعة. بعد ذلك فاز على النصر بهدف نظيف، وطبعا توج قبل أن يلعب مباراة أمام بنياس في هذا الملعب الفوز التعادل بهدفين لهدفين المباراة الأخيرة. طبعا شكرا فزاع كما نشاهد هنا طبعا، والشكر يأتي دائما لطبعا الشيخ الشاب حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، لأن الدعم كله يأتي طبعا من سموه لإدارة النادي الأهلي، ولولا دعم سموه طبعا الكبير والمستمر منذ سنوات طويلة ما وصل الأهلي لما وصل إليه، وبالتالي كلمة الشكر تأتي من جانب إدارة النادي الأهلي. الأفراح الأهلاوية مستمرة عزيز المشاهد. الألعاب النارية بهذه المناسبة، والاستعداد من الآن كما قال لي سعادة عبد الله النابود للعام القادم اللي فيه تحديات محلية وتحديات أيضا خارجية، لأن الأهلي سيعود للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وقد أصبحت هدفا الآن البطولة الآسيوية وليست حلما، لأن الفريق كان قريبا في العام الماضي من التتويج لولا سوء الحظ في مجموعة المباراتين هنا وهنالك في الصين في مجموعة المباراتين. هلا بالاهلاوي،